متابعة لآخر المستجدات الإخبارية. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، منسيكم أنتم في الاستماع لإذاعة الحيتة فهم، موعد جديد من غيكاب ميدين، نص نهار و15 دقيقة موصل معكم حتى لساعتين. نرجع على أبرز الملفات المطروحة على الساحة الوطنية كذلك المحلية والجهوية. تسمعونا على 93 على البوند فهم وإلى الفاش فيسبوك متاعنا إذاعة الحياة فهم، وبها على ليف ستريمينج على سيت ويب متاعنا الحياة فهم .net. نرحب بالفريق العمل معي لليوم، أمن أبو خيط في الإخراج التقني للحصة، سيف بولعرس في ديجيتال، أنزلا ميمي في أستوندار، معكم سهام حمدي من قدام الميكرو، منتوى حتى لساعتين في غيكاف ميدي. غيكاب ميدي، متابعات تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. غيكاب ميدي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة فهم. شنو سنة فيكم لليوم في غيكاب ميدي؟ باش نحكي ونفات اليوم على زوز مواضيع رئيسيين، زوز مواضيع أساسية اللي هما أزمة العطش، أزمة الماء الصالح للشرب، وكي نقولوا أزمة العطش نقولوا زادة ولاية القيروان وعدة مناطق تعاني من العطش في جهة القيروان، كذلك مشكلة الجمعيات المائية، وباش نحكي وزادة على أسعار الأضاحي نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك. باش ناخذوا رأي المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك في الأسعار، كيفاش رصدت أسعار الأضاحي لهذا العام، كذلك باش يكون محور حديثنا زوز جلسات تعملوا في ولاية القيروان البارح، الجلسة الأولى بخصوص أزمة الماء الصالح للشرب، الجلسة الثانية بخصوص الأضاحي ونقطة البيع من المنتج إلى المستهلك. كما زاد باش نحاولوا نتعرفوا على المقاربة متاع منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في القيروان لأزمة العطش بالجهة، وأي حلول ممكنة باش نوليو نحكيو على تغييرات جذرية تكون ملموسة على أرض الواقع من قبل المواطنين اللي يعيشوا في خاصة المناطق الريفية واللي مقصوص عليهم الماء أو حتى ما عندهمش أصلا مياه صالحة للشرب. هذا وأكثر يستنى فيكم لليوم في غيكاب ميدي، مرحبا بنسكن. بفكر بالسعادة والهنا